وصلوا لآخر معاقل دمشق. أيها العراقيون الشرفاء، إن أرضكم قد تحررت بال... طبعا هو داعش من جو فلشوا تقريبا 20 بيت. البيشمرقه من جو فلشوها كلها، كل المجمع، وكلها رحلوها، ما خلوا اي واحد يرجع. رادوا تغيير ديموغرافي، بس بجهود القوات الامنيه والحشد الشعبي ما نجح هذا فكرهم التوسعي. The President of the United States, Donald J. Trump. The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. This is an historic moment from which there can be no turning back.